إلى مناشدة أخرى لمواطن من البصرة تحديدا من منطقة الأسمدة في أبو الخصيب أثناء نقله أطفاله لأداء الامتحانات النهائية. يناشد هذا الرجل بعد أن غمرت منطقتهم مياه السيول والأمطار. هذه منطقة الأسمدة في ربع أبو الخصيب. أناشد الأستاذ أسعد العيلاني محافظ البصرة، وأناشدك يا أستاذ إسماعيل قائم مقام قضاء أبو الخصيب، وأناشد أستاذ فراس مدير بلدية أبو الخصيب، وأناشد الدفاع المدني، وأناشد كل إنسان خير وعده غيرة يكون يوصل هذا صوتي بالمشي عليكم الحسين. مشي عليكم الحسين، شوفوا حالنا هذه المنطقة، وشوفوا هاي الجهال قاعد يروحون المدرسة اليوم عندهم امتحانات. زين، وعليكم العباس لا توقفون صوتي، راح انشره ولا توقفون صوتي. هذا لاحظتم على صدر الرجل الشعار الذي يحمله ما يثبت انه يعمل في اجهزه امنيه تابعه لوزاره الداخليه الحاليه، وللاسف لا يجيب نداءه اي مسؤول.